طيب انا شايف ان انت جايبه معاكي مات كمان. المات انا ما استغناش عنها، يعني المات دي جزء من حياتي، لان انت ممكن في اي مكان فجاه تيجي طالعه بالمات. هي فعلا ملهاش مكان، انت حياتك ممكن وانت على البحر تلعب يوجا. لا مش شرط مات، هي ممكن حتى سجاده صلاه ممكن نمارسها في البيت، بس يحبذ ان في الاول يبقى في مدرب معاك علشان الالاينمنت، عشان ما تاذيش نفسك، لان هي زي ما هي مفيده على المدى البعيد هي برضو ممكن تكون مضره على المدى البعيد. من اي زاويه؟ يعني مثلا اليوجا ممكن اساعد مع الامراض المزمنه، تساعد يعني ساعات دكاتره القلب يقول لمريض القلب العب يوجا، فلازم ابقى عارفه هو بياخد ادويه ايه. يعني مثلا لو حد ضغطه عالي ما اقولوش انهيل اب، ما ينفعش، ما اخدش نفس وانا برفع ايدي لفوق. في برينات اليوجا مثلا اللي هم الحوامل، في حاجات ما يقدروش يعملوها، في نفس معين ما يقدروش ياخدوه، ففي بريثنج كده تكنيكس وحركات لازم ابقى عارفه اللي قدامي اللايف ستايل بتاعه عامل ازاي عشان اقدر ادرب. حلو، لكن مبدئيا كده في بيزكس للتموضع او للاوضاع اللي بتقعدي عليها او اللي بيمارس يوجا بيقعد فيها عشان تسهل له. احنا عارفين دايما الشكل المتعارف عليه اللي هي القاعده وال لا هي فيزيكال اكسرسايزز عاديه جدا. الفرق بينها وبين مثلا الايروبكس ان انا في نفس باخده لكل بوز، البوز ده اللي هي بوستشر او بنسميه باللغه السنسكريتيه اسنا. فيعني احنا ربنا خلقنا بناخد انهيل اكسهيل انهيل اكسهيل، ما ينفعش اخد اثنين انهيل ورا بعض ولا اثنين اكسهيل ورا بعض. فلازم الحركه معينه اخدها في الانهيل وانا باطي اخد اكسهيل، فلازم يبقى في زي ما قلت حضرتك كونكشن ما بين نفسي والبادي موفمنت بتاعي. طب استاذن حضرتك برضو نشوف الكلام ده بشكل عملي عشان برضو نقرب الفكره للناس. يعني نبتدي الفلو دلوقتي. اوكي تمام، لو في فرصه كده اتفضلي. اوكي لازم تبقى مستغرقه في اللي بتعمليه ولا ممكن تشرحي لنا اللي انت بتعمليه؟ لا 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 انا هشرح. طيب زي بس احنا يعني احسن احنا بنقلع الجزمه. اوكي علشان نحس ان احنا جراوندد اكتر. أوكي. نحس بالروت بتاعتنا. تمام. نحس بال يعني بالحركات اللي احنا بنعملها. تمام مع الارض. دي المات بتاعتي، دي بدايتها. اوكي لو في بيجنر يعني لسه مبتدئ بحفز ان بيبقى في مسافه شويه ما بين الرجلين. أوكي. يعني يبقى في مسافه ما بين اللفت ليج والرايت ليج. تمام. وباخد انهيل مثلا اب وباك باند، اكسهيل بطلع كل الاكسجين من جسمي وبنزل لحد تحت. أوكي. سي مثلا بيجنر مش قادر ينزل لغايه تحت خالص مثلا، بنتني رجلينا شويه ونلزق صدرنا في جسمنا كده. اوكي كده انا طلعت كل الاكسجين من جسمي. أوكي. أوكي. والحركه دي بتعمل اكتر من مره ولا مره واحده؟ لا زي ما انا عايزه، انا بوظف الكلاس زي ما انا عايزه. انا خدت اهو وتعتبر تسخين للي جاي ولا دي حركه من ضمن المجموعه؟ انا هعمل فلو اسمه سان ساليتيشن، ده يعني ده البيزك بتاع اليوجا. كل يوم لازم نعمل سان ساليتيشن دي علشان نحرك، مفيش ماسل في جسمك مش هتتحرك. جميل. يعني مفيش عضله في الجسم مش هيحصل لها ستريتشنج او فلكسبيليتي او موبيليتي او سترينثنج حتى. جميل. فهي دي ميزتها. انا هعمل الفلو هشرحه وبعد كده نعمله مره واحده. اهو انهيل اب اند باك باند على قد ما اقدر، اكسهيل اطلع كل الهواء وانزل، انهيل اي ارشنج ماي باك. دايما بحافظ على ان رقبتي تكون مع السباين على نفس اللاين. أوكي. يعني ما بقاش منزله رقبتي لتحت. اوكي اكسهيل بنزل طلع كل الهواء بلانك، ممكن اخد نفس هنا في البلانك شويه. اوكي وبعدين انهيل اب فيسنج دوج، ما اعملش كده بقى لا كده. اوكي عشان ممكن اطلع يعني. يس ده بيشد الجسم جدا وبيحرك كل سباين بتاعي، بيتحرك في كل الاتجاهات لو تلاحظ. تمام. اكسهيل داون فيسنج دوج بنزل، مش قادره انزل لغايه تحت، المفروض ان احنا بننزل كعبنا اكتر كمان. بس مش كل الناس عندهم نفس القدر من الميول. ايه بقى عشان كده هنتني ركبتنا شويه وننزل اكتر. اوكي اوكي وبعدين لو لانش، حاسه ان المايك هيقع. لا ان شاء الله خير. لو لانش وبعد باخد نفس برضو انهيل اند اكسهيل، باخد نفس. الاوضاع اللي احنا شفناها منك لغايه دلوقتي بتقول ان ممكن الكلام ده كمان يبقى مفيد لاي حد عنده مشاكل في الظهر او العمود جدا الفقري. ده في حاجات بتتعمل مخصوص للباك بين. اوكي وممكن تتصنف تحت يوجا ثيرابي، يعني ممكن ان هي تبقى تتصنف. شايف ان الفقرات القطنيه بصفه خاصه جدا اصلا كل دكاتره العظام دلوقتي، الناس اللي عندها امراض في ظهرها يعني انجري او بينز او كده بينصحوهم انهم يلعبوا يوجا. طيب. فوانا هنا انا باخد اهو، انا بعمل رجليا 90 درجه وما بسندش حتى على ركبتي عشان ما اذيهاش، انا بسند على البوينت اللي قبل الركبه على طول. اوكي باخد انهيل اكسهيل اي بوش ماي سيلف تو فورورد فولد اند ذن انهيل اب اكسهيل هاندز تو هارت. والمايك وقع زي ما توقعتي. المايك وقع بس ان شاء الله ربنا هيكرمك. اوكي تمام.
فدي كده ده كده الفلو اللي هو اسمه ستاند ساليتيشن. طالما دايما بنبتدي باللفت سايد عشان نكون مع بلاد سيركيليشن. اوكي. وبعد كده بنعمل للرايت سايد بالرجل الثانيه. اوكي. فاعملها ولا ايه؟ لو في فرصه المايك ما عندوش مشكله بقى. اوكي. طيب اولا انا عايزه اقول ان كل حركه من دي انا حركت السباين بتاعي العمود الفقري في كل اتجاهات. انا اهو طلعت ورجعته لورا ونزلت وبراسي ونزلت لغايه تحت. تمام. وعملت ستريتشنج لللور باك. أوكي. وعملت ستريتشنج للابر باك اند ذا تشست. اوكي. فده لما بحرك السباين في كل اتجاهات. ما هو السباين العمود الفقري ما هو كل الجسم. تمام. هو اللي هو فيه الخلايا العصبيه كلها. وهو لو بقى فلكسبل ما انا كل جسمي هيبقى فلكسبل. تمام. فدايما بنبتدي بالفلكسبيليتي اوف ذا سباين. اوكي. نبتدي تاني فلو. انهيل اكسهيل انهيل اي ارش ان ماي باك اكسهيل بنزل بلانك انهيل اب فيسنج دوج. فالترتيب اللي لازم تمشي عشان انهيل اكسهيل. اوكي. انا ممكن العب في الحركات بس لازم يكون الحركه دي بتتاخد في الانهيل والحركه دي بتاخد الاكسهيل. تمام. ممكن حتى ارفع الفاي شويه. اوكي. اكسهيل داون فيسنج دوج انهيل ولانش بعد كده الجانب اليمين. ده كده الجنب اليمين بقى برضه 90 درجه. رجليا لقدام 90 واللي ورا انا بس على الركبه. بحمل على النقطه على البوينت اللي قبل الركبه علشان ما اوجعش ركبتي. احنا دايما نحافظ على ايه؟ على رقبتنا والشولدرز والركبه. تمام. لان الرقبه وجعها بينزل على الشولدرز. طبعا. والركبه طبعا وجعها ده يعني انا لسه كان عندي اصابه في ركبتي قريبه. فهو انهيل الف سلام اكسهيل اي بوش ماي سيلف تو فورورد فولد اند ذن انهيل اكسهيل. اوكي. انا كده خلصت فلو كامل. فيها ايه لو عملت كده كل يوم الصبح اول ما اصحى؟